حكوى ريفيتالايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن للدكتور فارس الحجري. اللقاءات والنشرات الإعلامية. لقاء قناة NBC الفضائية مع دكتور فارس الحجري. نشر صحفي. دون الحاجة إلى الأدوية، الماء الساخن وسيلة جديدة للقضاء على الأمراض المزمنة. هل تصدق أن الماء الساخن يخلصك من جميع الأمراض؟ هذا ما أكده المهندس فارس بن راشد الحجري في صباح الخير يا عرب، دبي NBC نت. كشف المهندس فارس بن راشد الحجري، باحث ومؤلف، أن الماء الساخن يعالج بعض الأمراض المزمنة، مشيرا إلى تجربته الشخصية، حيث تمكن من معالجة نفسه من حساسية الجيوب الأنفية والربو بتناول الماء الساخن دون استخدام الأدوية. وقال الحجري في لقاء مباشر مع صباح الخير يا عرب الأحد الموافق 8 أبريل/نيسان 2012، أنه انتقل من الهندسة إلى العلاج الطبيعي بعدما عاني من حساسية الجيوب الأنفية، واستمر هذا الوضع الصحي معه من سيء إلى أسوأ، ليصاب بالربو ثم الصداع نصفية، وصولا إلى ألام أسفل الظهر. وأضاف: فقدت الأمل في شفاء كل هذه الأمراض، وبدأت أبحث عن علاج طبيعي لا ضرر منه باستخدام الماء البارد والساخن، بحثا عن الطاقة الخفية، حيث كنت أؤمن أنني سأجد وسيلة للتخلص من جميع أمراضي بالعلاج الطبيعي. وأكد أنه شعر بتحسن كبير بعد تناوله ما يعادل كأسين من الماء الساخن في الصباح على الريق، ثم زادت الكمية التي يتناولها حتى شفي تماما، ونال شهادة واعترافا من اللجنة الطبية تؤكد شفائه من جميع الأمراض دون استخدام الأدوية، وإنما فقط بالماء الساخن. وأشار إلى أن الماء الساخن يعد دواء طبيعيا لا ضرر منه، إذا قام بتجريب نفس الشيء مع زوجته التي كانت تعاني من الكوليسترول وشفيت بشكل كامل، وتوصل بعد ذلك إلى علاج 27 مرضا من الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان وضغط الدم باستخدام الماء الساخن. ولفت إلى أن الماء الساخن الذي يستخدمه في العلاج يكون في الوسط بين الغليان والماء الدافي، أي بدرجة حرارة 50 درجة مئوية. وأكد أنه قام ببحوث الشخصية وتجارب مع الآخرين استغرقت 5 سنوات، ونال شهادات واعترافات من هؤلاء الأشخاص الذين تم شفاؤهم من الأمراض المزمنة. وشدد على أن البحوث العلمية مستخلصة في الأساس من القرآن الكريم، حيث تتحدث سورة الواقعة عن 4 عناصر هما الإنسان كيف خلق، والتربة والماء والنار، ومن ثم وجد علاقة قوية بين الماء والنار أي الماء الساخن. ودعا كل إنسان إلى تناول الماء الساخن لتعويض الجسم عن كمية الهيدروجين التي هو بحاجة إليها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى تكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور
فارس الحجري، نشرها على معارفك ليستفيدوا كذلك. تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين، فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا. فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري.